مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. كل من حكى عن ايقاف الدعم او وقف الدعم كل ما الناس قلقت اكثر وكل ما اللي قادر عم يتهافت حتى يشتري، وبالتالي الخوف اذا رفع الدعم عن المحروقات قدي بده يؤثر على كل شيء بيتعلق بالنقل. يعني مستهلك من الدكان الصغير اي شيء بده يشتريه وصولا الى مولد الكهرباء يلي اكيد ما بيقدر يمشي بدون مازوت، وبالتالي يعني كل شيء بده يرجع، يعني غير رح تكون اذا عم ينحكى مزبوط رح يصير سعر تنكه البنزين 140,000 و170,000، واذا المازوت كمان رح يصير كثير مرتفع. قديه بده يكون المواطن اللبناني اولا قادر يكمل بالتنقل؟ اثنين، بحكي عن مولدات الكهرباء، كلنا بنعرف موضوع سلفة الكهرباء يلي توقفت يلي بالتالي اليوم رح يكون في تأنين أكثر بالكهرباء. كلنا بنعرف إنه المدعي العام المالي شو اتخذ من قرار بموضوع البواخر، وبالتالي بيبقى في صاحب مولد الكهرباء يلي بده يأمن الكهرباء أقله 20 ساعة متواصلة، وما بعرف قديه أصحاب مولدات الكهرباء عندهم كتلة نقدية حتى يقدروا دائما يأمنوا المازوت. يعني ما بدي احكي بالصيانه ولا بدي احكي بمستلزمات ثانيه، لانه هن رافعين الصوت من زمان مش من هلا، وطالبين من وزاره الطاقه اعاده النظر بالاليه، لانه ما عم يقدروا يعملوا كانوا صيانه لا مولداتهم، واكيد اذا ما انعمل صيانه ما في المولد على 20 ساعه متواصله انه يعطي، لانه لما بده يكون في اتكال هالقد على مولد الكهرباء اقله كل صاحب مولد بده يكون عنده اثنين رديفين تا في حال لا سمح الله وقف موتور يكون الثاني جاهز. هيدا بعد ما حكينا بموضوع تامين المازوت، لانه قد ما يكون اليوم بالمصارف مثله مثل كل المودعين، وبالتالي اذا عندهم كتله نقديه عم بجمعوها من الكولكت الشهريه اللي بياخذوها على التعرفه، ما بعرف قديه بتأمن لهم حتى يأمنوا مازوت بطريقة مستمرة في حال رفع الدعم، إلا إذا كان في دعم رح يطالهم استثناء مثلهم مثل سيارات العمومية وغيره. هيدي أكيد يعني بيختلف الوضع. إذا كنت عم بحكي بهالمواضيع حتى مش أقول للشعب اللبناني الله يساعدك شو ناطرك، لا، حتى أقول كمان لكل المسؤولين اليوم خصوصا وزارة الطاقة إنه الشعبوية مهمة، ولكن مش على حساب أكيد الناس اللي بدها تأمن الشعبوية. يعني اليوم إذا بدنا نبيض وجهنا مع الناس إنه نحن خففنا لهم الموتور، بس مش بالمقابل كمان يكون ثلاث أرباع الناس مش قادرة بقى يكون عندها كهرباء ولا عندها موتور، ولا حتى صاحب الموتور يدور كهرباء. يعني خلينا نكون منطقيين، ما حدا بده ربح بقدر ما بده كلفة ونوعية. هيدا اللي مطلوب اليوم من هيك استراتيجيات مفروض تكون على هالمستوى هيدا، لأنه أكيد في قلق أنه للعتمة، لأنه قالوا بكهرباء لبنان 15 أيار مفصلة، 15 أيار يعني الأسبوع المقبل، يعني نحن ما عم نحكي بشهر وشهرين لقدام. من هيك مفروض نحط كل الأمور بنصابها، ويكون يلي عم يشتغلوا بهالبلد يشتغلوا للمصلحة العامة مش للمصلحة الخاصة ومش للشعبوية كمان، لأنه الشعبوية يمكن ترضي فئة بس ما بترضي كل الناس. من المسؤول؟ نائب نعيم خليل رئيس نقابة مصدري الفاكهة والخضار في لبنان، اليوم حبيت كتير أنه هالتواصل اللي صار مع العراق بموضوع بضاعة كانت رايحة على المملكة العربية السعودية وبعدها على الطريق وما دخلت المملكة ولكن تحولت للعراق، قديش مهم انه يكون فيها التواصل هيدا مع الدول العربية لاستمرارية اكيد تصدير الخضار والفاكهة من جهة، وبالتالي اكيد بدون توقف الاتصالات مع المملكة العربية السعودية. شو الجديد اللي جد اليوم استاذ نعيم؟ نهاري سعيد وزينا بك، الله معك، يسعد صباحك، نشكر على اهتمامك معنا وعلى كل شيء. نحن اللي حصل انه القصه بتعرفيها، كل الناس بتعرفها، انه السعوديه وقفت استيراد الفواكه والخضار من لبنان، ونحن في احترام ومحبه كبيره للسعوديه ونحترم العلاقه الطيبه كاستيراد وحفاظ على اسم كل المصدرين وعلى اسم الشغل
مع المملكة الكريمة، إنما اللي حصل وقف، والظروف معكم خبرة. نحن استنكرنا، كان أبي استنكار كبير واجتماعنا على اللي حصل، نحن لن نقبل فيه إطلاقا وضد هالقضايا هذه كلها. أنتوا كنتوا باجتماع وزارة الداخلية لما تقرر موضوع السكانر؟ نعم، نعم. نحن بإضافة تأمن السكانر؟ تأمنوا السكانر؟ تأمن أنا السكانر نعم، على فور بيروت. نحن بالإضافة لاجتماع اللي صار بقصر الجمهوري اللي حضرناه، صار اجتماع مع معالي وزير الداخلية معني في الموضوع، نهتم مشي كثير أربع أيام، وعملنا اجتماع بغرفة التجارة بيروت مع معالي وزير الزراعة، كمان عملنا اجتماع بالنهار ذاته، حكينا بهالمواضيع كلها الحمد لله. هلا اللي صار يعني اللي الجديد إنه السكانر تركب بمرفق بيروت. تركب سكانر بمرفق بيروت نعم، وعلى الحدود طبيعي. على الحدود البرية، لأنه مطار بيروت فيه بس حدود البرية بقى عم يشتغلوا عليه. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير، في اهتمام كبير من المسؤولين. هلا المملكة مشكورة أحد الماضي دخلت بعض البضاعة اللي كانت شاحنات اللي كانت على الطريق، ولكن باقي شاحنات وصلت يمكن من يومين مش عارفين شو بدهم يعملوا فيها، هيدي اللي حولتوها على العراق؟ رح أقول لك، اللي تحول على العراق كان في ثلاث شاحنات موجودين بين حدود الأردن وحدود السعودية الحديثة وجابر، هاي المنطقة هونيك نعم، واقفين طلبوا أصحابهم مني إن بركة نحولنا على العراق. أنا كنت قمت باتصال مع البعثي في العراق بالسفارة الدولية نعم، مع سعادة السفير أستاذ علي أديب الحبحاب والملحق الاقتصادي الدكتور صلاح محمد صالح نعم المحترمين. بقى نحن جاوبوا معي فورا وراحوا عملوا زيارة لوزير الزراعة وطلبوا منه، مشكور وزير الزراعة ومشكور السلطات العراقية على الموضوع، وعرضوا الموضوع محملين كانوا الحمضيات وأكدوني بتفاح نعم. بقى فعلا لبوا نداء وأبلغون أنه يتجهوا الشاحنات، يتجهوا إصابة العراق مثل العادي، واليوم وصلوا بعتهم على السوق العراقية. مشكور كل دول العربية مشكورة وخاصة المشروع. هل البضاعة دخلت الأسواق يما تفرغت على الحدود؟ لا، هون المشكلة إن البضاعة عم تتفرغ على الحدود. طلبنا نحن إنه البضاعة تكمل الشاحنات تفضي بقلب السوق لأن عم تتبهدل على الحدود. نعم، هلا نعم، هل بعد في بيتصل فينا هون بيروت السفير سعادة السفير فاسكان كفلكيان رئيس الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية، اجتمعنا معه أولته بأيام الأربعاء بخصوص هالموضوع هذا، عنده خبر عنه وسأل شو صار خبرته، وطلبنا منه إنه شو عقبات، قلنا له بدنا ندخل فواكه وخضرة عن إيران، الله راني عديت له أصناف الفواكه تطلع من هلا نيل بعدين نعم، وشو في عنا منتجات زراعية للتصدير. بقى وحكايته بالعقبات إنه الشاحنة عم تفضي على الحدود لسيارة سيارة بهالشوب على 40 و50 ما بقدر، ما بنقدر هيدي بالتبريد تهلك البضاعة، بدنا نوصل البضاعة إن الله راني على السوق العراقي تفضي بمطعم أنا قاصدي، وبعد في عقبات شوية مصاريف طلبنا فيها كمان. بأخذها بعين الاعتبار جديا، وكانوا طلبني فيها وزير زراعتنا وهالامور هيدي، وقلنا له انا على اساس من يعمل يعني. استاذ نعيم نقيب، يعني اليوم هل بعد في على الطريق البري شاحنات كانت مفروض تقطع بالمملكه وبعد ما قطعت بعد عالقه، ولا هلا ما عاد في كلها مشي حال؟ لا لا، بالنسبه للطريق البر ما عاد في شيء، لا هو كانوا ثلاث سيارات اخر شيء حاليا، في منهم رجعوا، في منهم في سيارات رجعت اصحابها لهون، او ثلاثه طلبوا اصحابهم مني انه دخلنا على العراق، الله وفقنا وفاتوا على العراق. طيب، مشكورين العراق. هلا حاليا لكل المصدرين اللي عم يسمعونا هلا، وين بيقدروا يصدروا على طريق البر او على الغربي؟ في نعم، يصدروا على بالبر الى العراق فقط، فقط للعراق، لانه بالسعوديه بده ممنوع يبرق بالسعوديه، تيصل على الكويت، بده يصل على الامارات، ما بيقدر يبرق، عم بيروح بالبحر، عم بيروح بالبحر هو. نعم، اليوم في باخر عم تحمل بور بيروت ما شاء الله عليها كميه كبيره حاويات رايحين على الكويت وعلى الامارات وعلى بحرين على المنطقه هيدي. نعم نعم، هي بالبحر بيصالوا بس بالبر لا. نعم، اما بالنسبه للعماصر بالبحر اكيد ما ضرر، واما بالعراق بالبر، يا يعني عن طريق ابو الكمال عن طريق سوريا، او عن طريق الاردن منطقه اسمها تربيل هونيك فطري، هول الشاحنات فاتوا عن حدود تربيل من الاردن لانه كانوا واقفين هونيك قريبين عليها. نعم، لا الحمد لله ما فيش هاي الامور، مش ان شاء الله قريبا بتنحل قصه السعوديه، عم نراجع نحن فيها موعودين خير. وزير الداخليه مشكور مهتم كثير بهالموضوع، كثير مهتم وزودني اخبار، ورئيس اللجنه النيابيه الدكتور فريد بستاني يعطيه العافيه اتصل فينا مرتين واعطيته افكار وحكينا كثير بالموضوع، مهتم كثير هو اللجنه الاقتصاديه النيابيه ما يعطيه العافيه. طبعا يعني هو المطلوب لبنان مهتم كثير كثير فعلا مهتم، اليوم اتصل بالكويت وعالج
علاج امور كانت بالكويت بتحصل عليها مع الوزير. كثير منيح. والمكتب الاقتصادي بالكويت اهتم كثير مشكور. طيب. يعني البعثات بلبنان موجوده بالدول العربيه. يعني بيكفي بس انه يكون في رقابه على كل البضاعه اللي بتطلع من لبنان ان كانت على طريق البر ولا طريق البحر ولا طريق الجو، لانه في سمعه لبنان في الانتاج اللبناني، وبالتالي اللي صار مع المملكة يعني طبعا الكل بيستنكروا. ويا ريت كان عنا الاسكانر والتشديد وما كانت صارت هالعملية، لأنه نحن لما منأجل الأمور الأساسية والجوهرية بهالبلد بتخسرنا كتير كتير كتير. يعني قديه كان بده يكون حقهم هالسكانر هولي نسبة للخسارة الكبيرة بالعلاقات أولا، لأنه كمان في علاقات ودية ما بدنا نخسرها، واثنين حتى كمان المصدر اللبناني ما ينصدم ويدفع ثمن شيء هو منه مسؤول عنه مرات. انا بشكرك نائب. نعم شغله في شيء عم نطالب فيه. نعم. من كثير كمان، وهنا في من راينا كانت غرفه تجاره بيروت رئيس الغرفه كل الموضوع وزير الداخليه كله من راي انه يصير وزير الزراعه كمان لبناني. في عندنا هل مشروع الكشف على المشاغل من شركات مراقبه عالميه. نعم. ما بيسوا يتفقوا مع شركه تحضر وتشرف على الكونتينرات عم تتحمل او على البرادات وبتختمها من هون، ما بتفتح الا بالبلد تروح عليه. هيدا بيكون هي شركات عالميه معروفه مسؤوله. بقى هيدي مهمه كثير، اذا بتتنفذ بتريح السكانر بتريح الجمرك بتريح العالم كلها، وضل الجمرك صلاحياته موجوده يفتح الكونتينرات والبرادات اللي عم بيريد، لانه سلطته فوق القضايا كلها. نعم. لو انعملت هاي القصه بضل سلطته موجوده هو يعمل بريده. هل في بدات اتصالات مع شركات بتشتغل هالشغل هيدا اوديت يعني؟ في حديث كبير كثير بالمسؤولين بهالموضوع معنيين فيه. موعدين خير ان شاء الله، موعدين وعد كبير انه ان شاء الله الامور بترجع طبعا. لانه مش مفروض الاستهتار بعمليه مثل هالعمليه هيدا قضيه التصدير والاستيراد، لانه نحن كمان مثل ما بهمنا نستورد ويفوت على البلد اشياء نظيفه، نحن كمان بدنا نورد انتاجنا الزراعي والصناعي وغيره بكل ثقة وبكل كمان انه فعالية، لانه ما فينا ابدا اطلاقا. هيدي كلها بتنعكس سلبا على البلد واوضاع البلد. انا بشكرك نائب نعيم خليل، وان شاء الله دايما اخبارك حلوة. ان شاء الله بالحلقة المقبلة او باتصال مقبل بيكون كل شيء صار على حسب الاصول. شكرا لك. متابعة اتصالاتكم على 04-444-444. وبدي أقول إذا بدو ينرفع الدعم عن الدجاج أو الدواجن بلشوا من هلأ يخبرونا. كرتولة البيض بأربعين ألف وكيلو الفروج العادي اللي كان مدعوم يعني إجمالاً، لأنه من زمان وجد دولة بتحدد سعر الفروج، بدو يصير 65 ألف. هل صح هل غلط؟ أنا ما بقدر أعرف، ولكن هيدا اللي عم يتداول وهيدا يلي مخوف الناس. هذا بعد ما حكينا باللحمة، وخصوصا أنه في اللحمة المدعومة يلي بعض التجار ما قبضوا من مصرف لبنان، وبالتالي الفوضى رجعت وما في مين يوقف لا فوضى ولا قلق، ولا كمان ما بنعرف بكرة كيف بدها تصير الأسعار، لأنه في احتكار من جهة، من جهة في مسؤولين مش حاملين مسؤوليتهم، ومن جهة تانية تركين هالناس تدبر حالة بالتي هي أحسن. ولكن بقلكن الجيعان ما رح يوفر حدا، وهيدا اللي بخوف بهالبلد. باخد اتصال. ألو. ألو. تفضلي. ألو بونجور مدام ربيكا. بونجور. أنا في عندي مشكلة صارت. نعم. بمنطقة جبل محسن صار في ملاحقة بين معلوماتي وأحد المطلوبين. نعم. فرع المعلومات يعني ومع أحد المطلوبين. نعم. وكان والجيش موجود بالمنطقة. بنتيجة الملاحقة بين المطلوب والفرع المعلومات صار في مثل المطلوب كان معه يعني قنابل ويعني اشياء، صار في حرق لسيارتين، حد بنية اللي تابعة لنا. نعم. في ثلاث محلات بالبنية أذوا كتير. احنا أصحاب البنية ما إلنا علاقة لأن البنية كانت مقفلة، بس نتيجة هالاشتباك هذا صار في حرق لأبواب محلات سبب الحرق. يعني هالملاحقة هيدي أدت إلى أضرار بالمحلات. أضرار كتير مادية كتير كبيرة. مادية كبيرة. إنه كابلات البنية الكهرباء وقصص كتير يعني.
وهلا بهالايام مثل في كثير القصص يعني لهذا تقدمتوا نعم مين رجعتوا؟ رجعنا هيئه الاغاثه نعم حسب ما عرفت انه هيئه الاغاثه ما لها علاقه بهالموضوع. طيب مين المرجع المختص ليعود على الناس اللي ما لها علاقه يعني كانت بهالاشتباك؟ نعم تواصلتوا مع المحافظ محافظ الشمال يعني رفعتوا له هالموضوع؟ لانه لا المحافظ بيعمل اجتماع امني يعني بيلتقى مع الامنيين بيقدر يطرح هذا الموضوع كمان على الامنيين تنعرف مين ممكن يعود على الناس يعني اذا مش الهيئه العليا للاغاثه في حدا بده يتحمل مسؤوليه لانه انتم مش مضطرين بعمل امني معين يكون في ضرر على املاك خاصه وعلى اصحاب محلات وعلى ارزاق عم تفهم علي؟ وضرر كبير مش ضرر صغير يعني نعم. مكلف بهالايام كثير نعم نعم يعني أنا هاي أول مرة يعني بتقطع معي بالبروجرام بس إذا كان الهيئة العليا عم بيقولوا إنه مش من مهامهم أنا بنصحكم تعملوا عريضة أو تبينوا أكيد الأضرار بالصورة وتوثقوها وتبعتوا كتاب لا بلدية اللي أنتوا أكيد أنتوا تبعين لبلدية طرابلس أو أي بلدية؟ أنا بلدية طرابلس للبلدية وللمحافظ الشمال يعني هيدي أول خطوة وهن أكيد بيقدروا يعرفوا مين الجهه او الفئه يلي ممكن تعود عليكم. اهلا وسهلا فيكي. باخذ كمان اتصال. الو تفضلي. الو الو ايه تفضلي مدام ربيكا. نعم بدي اعزك. انا اسمي فاطمه. ايه اهلا مدام فاطمه تفضلي. انا جوزي ميت وعندي ولدين. نعم بحب انك تساعديني تحطي رقمي على الهواء اذا بيجيني مساعده. وين حضرتك ساكنه مدام؟ بالنبعه. يعني انا هاي الجمعه كلها ما بتلاقي الا من النبعه ومن برج حمود. متفاجئه لانه هاي المنطقه بالذات يعني قبل الانفجار ومع هالحاله هاي والانهيار ما ممكن ما يكون حدا عم يتساعد قد ما في جمعيات موجوده هنيك وبتساعد. مدام رح نحط رقمك. اهلا وسهلا فيكي. وانت شو اللي طالبتي هلا تحديدا؟ ادويه غذاء شو طالبه؟ بدي مساعده لهالولاد. قديش عمرهم اولادك؟ عندي سنتين وعندي 4 سنين. قديه عدد قديش عندك اولاد اسم الله؟ نعم قديه عندك اولاد اسم الله؟ ولدين. ولدين خلي لك اياهم. ما حدا عم يشتغل عندك بالبيت؟ ما عندي حدا. ما حدا بيشتغل. كيف عايشه هلا؟ على مساعدات؟ في حدا عم بيطل عليكم ولا ما حدا عم بيطل ولا كيف؟ ما حدا عم بيجي لعندي. ما طلبت كثير مساعدات دقيت كثير ابواب ما حدا ساعدني صراحه. طيب فاطمه اهلا وسهلا فيكي. رقم اعطيتيهوني يعني صار عندهم الرقم يعني بنحطه على الشاشه وان شاء الله يكون في يعني اكيد انا دائما بعرف انه في ناس بتحب انها تساعد خصوصا بهالشهر الفضيل هلا بتختار يعني الأوقات كمان حتى تساعد فيها للناس اللي بفعلا هي بحاجة. نحن بنشكرهم. والرقم هو على الهواء 70-803-304. أهلا وسهلا فيك فاطمة إن شاء الله خير. كمان بياخد اتصال تاني. ألو ألو ناخد فاصل ومنتابع. بنتابع الحلقة عبر الام تي في. باخذ اتصال جديد. الو 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 ما بعرف اذا في حدا على الخط او لا او مش عم يسمعونا او يمكن انقطع. باخذ اتصال ثاني لكن. الو الو بونجور. بونجور مدام. بليز فيي احكي مع مدام ربيكا. ايه ربيكا معك تفضلي. حبيبتي قلبي ربيكا يا روحي انا جمعة الماضي اتصلت وحكيت معك على الاذاعه ام تي في بس حضرت قلبي ما حدا جاوب معي. شو كان بدك يا ومتى بتذكريني؟ اسمي شهناز شلو شمعون. شو اسمك؟ شهناز. ايه شهناز. اوكي انا صراحه جمعة الماضي حكيت معك يعني صراحه يا حبيبتي قلبي ما حدا جاوب معي وانا حاكي بالويل يعني صراحه انه شو بدي احكي مدام ربيكا يعني حق اكل ما في حق دواء ما في الرجال معه بالقلب وقاعد بالفرشه كاسر اجره صار له اكثر من 4 اشهر
وانا معي بالقلب ومعي معي سكر ومعي ضغط ومعي ملوحات، والله ادري مش عم نزلني خلص. انت وين قاعده كمان؟ ببرج حمود. ببرج حمود فعلا ببكى. قديش رقم التليفون عندك مدام؟ انا 79 ايه 11 59 50. يا ريت بتحطي لي اياه رح نحطه على الشاشه. 79 115 95 0. ايه اوكي. ما لما بك انا حالتي بالوين بترجيكي بهالعيد الفضيل يا رب العالم يسمعوا صوتي ويساعدوني ويوقفوا حدي ان شاء الله، لانه صرنا على الاخر مثل ما بيقولوا. حتى صاحب الملك بده يحطها من البيت لانه صرنا 6 اشهر مش دافعين. قديش الاجار اللي بالشهر؟ انا بدفع 600,000. اف إذا إليك 4 أشهر مش دافعة؟ 6 أشهر. 6 أشهر؟ بقى عم بيقلي بدي تفضي البيت. قالك وين بروح؟ ما عندي حدا، عندي بنتي، بنتي عايشة بسوريا، لا إيدها تساعدني ولا إيدها تعمل شيء. يعني الله يعينها هي. شو بقدر أعمل يا مدام ربيكا؟ قلي لي وقف، ما عم بعرف. يمكن بهالعيد الفضيل العالم كله بيسمعوني، يمكن بيوقفوا حدي شوي. إن شاء الله، إن شاء الله شاهيناس، إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك إن شاء الله. رح أرجع عيد رقمك 79 115 950. بأخذ اتصال كمان. ألو ألو أهلا تفضلي. ألو بونجور. بونجور. أنا اسمي سامية خليفة، عندي 3 أولاد لله، عندي بنت عندها إعاقة. نعم. والحلة بالوين وما يصرينا أثر البيت، وصاحب الملك عم بيهددنا. هلا صرنا مكسورين عن جديد على 3 أشهر. خوديك تندفع الحمد لله، بس هلا النقارين وهالتالي اللي عم بيأنظرنا انه نفضي البيت. سامية وين قاعدين انتو؟ يعني حتى بنتي عندها إعاقة، وين بدي روح فيها؟ وين بدي اجي؟ عندي دواء، عندي سكري، انا باخذ 13 دواء بالشهر. عم بتلاقي شيء منهم؟ نعم. عم بتلاقي شيء منهم؟ قليل والله. ايام ابني بروح ليجيب لي اياهم، لان انا بس في اتزول يا بيعطوا دواء يا دوايين، وبضل انا بلا دواء كل الشهر، عم برجف مثل الورقه والله. وين ساكنه ساميه؟ بالنبعه. بالنبعه. بفتكر يعني ما لي كل حالي والوضع بالويل، صدقيني بالويل. ما عم فيي بقى اجيب حليب لاولاد بنتي، كنت جيب لهم اسندها دواء الحليب، يا بيكون مقطوع يا بيكون غالي غالي كثير. حرام والله، البنت عمرها 8 أشهر بتطلع بلا حليب، رح نموت صدقيني. حتى كان ما في. اوكي سامية، نحن حطينا رقمك على الشاشه 03 5 1 6 4 9 2. نعم. يلا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. اهلا وسهلا. يعني ما بعرف وزارة الشؤون شو دورها، ولا المؤسف بهذا البلد انه الجمعيات اليوم هي اللي دايره البلد. يعني هي اليوم يلي عم بتكون الى جانب الناس، بس يا ريت كل الناس. في ناس لهلا انا بتاسف يكون ما حدا عم بيطلع علي وهي بهالوجع هيدا. يعني اللي عنده ذوي احتياجات خاصه بده عنايه خاصه، اللي عندهم امراض مزمنه بدهم دواء يعني كمان يكون باستمرار. إذا في أطفال ما فيها 8 أشهر بدها حليب. يعني الواحد ما عم يطلب شيء كماليات، عم يطلب الأبسط الأمور اللي بتخلي الإنسان يكمل بكرامته يعيش بهذا البلد. حتى هيدا الموضوع الأساسي منه متوفر، منه متوفر أبدا. اليوم الجمعيات هي حتى الأحزاب عم تتحول لجمعيات إلى حد ما، لأنه اليوم الوجع موجود وين ما كان، الطلب موجود وين ما كان، الفقر موجود، الجوع موجود، الأسر الأكثر فقرا ما بعرف إدي عم يوصلها، وإذا كلها عم يوصلها بنحكى ببطاقة تموينية ل 750,000. منحكي بنعطي أرقام ووعود واجتماعات والناس طب كيف ما عندها لساعة ضاين لبكرة؟ طب هيك ما بنقدر نكمل، ما حدا بيقدر يكمل هيك. ماني شايفة في جدية أو في إسراع إذا شيء لمد يد العون لهالناس هيدي. هودي الناس ما بيقدروا يضاينوا، ما بيقدروا يكملوا، عم نخنقهم كل يوم أكتر من يوم. يعني نحن البرنامج بيطل كل يوم، نحن اللي نتلقيه بالبرنامج بتسمعوه، بس في أشياء كتير نتلقيها خارج البرنامج، نبلش نتصل عاملين لايحة بالجمعيات
ومنبلش نتصل فين وهن بيعرفوا اللي عم يسمعني بيعرف قديش منتصل بنهار حتى نقدر نتابع قضايا الناس. ولكن يعني الام تي في حاضرة ونحن حاضرين والجمعيات اللي بعدها قادرة تساعد حاضرة، ولكن ما منقدر نكمل بهيدي الطريقة. بدنا استمرارية بتأمين الدواء وتأمين الغذاء وتأمين الأكل وتأمين أبسط الأمور يلي الدولة رافعة إيدها ومستقيلة عن دورة. ما فينا نكمل هيك. باخد كمان اتصال. ألو، بعدني على الخط. ايه وانا صرت معك. اخرتك تفضل تفضل، شو عندك؟ الو. ايه اهلين. الو، اهلا، تفضل. الو، يوسف ابو انطون معك؟ ايه اهلا استاذ ابو انطون، تفضل. مين؟ يوسف ابو انطون. ايه يا يوسف تفضل. انت يا هو يا انا؟ انت عم بسمعك ابو انطون. انت ايه؟ انت ستنا. ايه يوسف ابو انطون معك. اهلا وسهلا. انا اداري قديم. نعم. متقاعد، يسكت غيري. يوسف ابو انطون خلي غيري يسكت. نحن ما عم نسمع غيرك. خلي غيري يسكت، انا على الخط. اللي عم تسمعه هو الرتور على التلفزيون عندك. اسمعني عن التليفون وتوطي صوت التلفزيون. اوكي استاذ يوسف. ايه عظيم. راحت في التلفزيون. يلا. ايه بدامك سمعتيني يوسف ابو انطون. ايه انا معك. وانا معك. ايجاري متقاعد، انا عندي خطة. تفضل. شو هي؟ شو هي؟ اني وقف الجوع. كيف؟ خلال اسبوع من اتخاذ القرار بخطتي. ثانيا عندي القدرة بالخطة انه حافظ على الاحتياطي الموجود في مصرف لبنان وازيده بكل اسبوع او شهر، وعندي المقدرة كخطة ان اعيد قيمة الليرة اللبنانية لمجدها. كيف؟ كيف يا أستاذ يوسف؟ أستاذ يوسف كيف؟ شو الطريقة؟ شو الآلية؟ هيدي خلال إيه؟ هيدي في حال بتحبوا لو أطلع على التلفزيون. كيف؟ رح أقول لك إذا معي وقت. يلا قد ما معنا وقت. اولا بخوف بالتغلب على الجوع، بيقولوا بعد في 16 مليار دولار احتياط. هال 16 مليار دولار تستورد فيهم الدولة المواد الاساسية اللي بحاجة لها المواطن، وبتحط عليهم 0.5 ربح بالمية. نعم. بعدك معي؟ بعدك معي استاذ يوسف؟ هودي بصيروا يتأمنوا خلال الأسبوع، وكل ما بيع قسم يدخل الثمن مع ربح 0.5%. استاذ يوسف استاذ يوسف إذا عم تسمعني، خلص الوقت لليوم. إن شاء الله بحلقة تانية منكمل يلي حضرتك أنت حابب تقوله، وإن شاء الله يسمعوك، على أمل أنه نلتقى نهار التنين. بعطيكم أكيد موعد الساعة 1:30. نهاية أسبوع مريحة للجميع.